المباريات المتلفزة الجولة 29. المباريات المتلفزة اليوم الجمعة، لقاء شبيبة القبائل وشباب الوزير سيكون منقور على القناة 6. المباريات المتلفزة اليوم السبت، اللقاء الذي يجمع اتحاد بسكرة ومولد الجزائر سيكون متلفز على القناة 6. مباراة أخرى متلفزة هي التي تجمع بين جامعة شلف ومولد ثوار، حيث ستكون منقولة على القناة الأرضية والقناة الثانية.